السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل وصفة حلوة قوي النهاردة للبرد، لازم تكون في بيوتنا كلها. ممكن أعمل كمية كبيرة، ممكن أعمل أكتر من برطمان وأشيله. أوكي، هنبدأ بالليمون. هغسل الليمون كويس بالكربوناتو اللي هي بيكربونات الصوديوم، وبعدين أغسله بالمية عشان هحتاج القشرة. أقطعه سلايسز، واجيب بقى معايا الزنجبيل اللي هو في كل وصفات البرد لازم يبقى موجود، الطازج. واجيب كمية من الثوم، طبعا انا ممكن اعمل اضعاف الكمية دي، انا عاملة كمية صغيرة، انتوا اعملوا كميات اكبر من كده لانه مش بيخرب. هطحن كل الحاجات دي مع بعض، الزنجبيل مع الثوم مع الليمون، طحنة خفيفة. اوكي، لو عندي قطع من الليمون فيه لسه ما اتطحنتش مش مشكله، بيبقى طعمها حلو قوي في العسل، هو اللي اكتر حاجه بيدي طعم حلو الوصفه دي. هحط كل ده بقى طبعا في برطمان من الازاز يكون معقم. واجيب العسل، احط الاول عليه العصفر. حكينا عن العصفر وفوائده للمناعه، ليه فوائد كتيره قوي. وشوية من القرنفل او الكلوف احطه معاه كمان. واجيب عسل خام، لازم يكون عسل حلو، العسل الخام بيكون تقيل زي ما انتوا شايفين كده في البرد، بيبقى تقيل ومتماسك. عمري ما اشتريت عسل خام وكان سايل، نيفر على فكرة، خام وما تعرضش للحرارة دايما بيبقى متماسك كده. اوكي، ده عسل النيم برضو خام ورو، هتلاقوه حلو قوي. كل انواع العسل الخام الرو اللي مش متعرضة للحرارة، ولو قال لي وايلد فلاور يبقى تحفة واحسن كمان. اوكي، هغطيه بالعسل، ممكن اغطيه كله لحد اخر البرطمان، بس انا عاوزاه مركز يعني متعودة على طعمه. بالنسبة لكم انتوا غطوا كمية اكبر من العسل، العسل ده هيدوب يبقى سائل، هشوفه بعد يوم. دلوقتي هوريه لكم عامل ازاي. بشيله طبعا في مكان ضلمة، بحتفظ بيه في مكان ضلمة، وممكن يقعد عندي شهور ما يحصلوش حاجة. هنا بعد حوالي 12 ساعة بيتحول العسل لسائل. انا ممكن بقى اخد بس السائل، هيكون فيه قليل من الزنجبيل، قليل من الثوم، شيء بسيط قوي. وادي للاطفال معلقة صغيرة، للكبار ياخدوا معلقة كبيرة في اليوم. طعمه على فكرة حلو جدا، ما يغركوش ان فيه ثوم، بس الليمون اللي فيه ظابط مع الثوم مع الزنجبيل، مدي طعم حلو قوي. اشوفكم فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.